البنات اللي بيروحوا الجامعه دايما بيكونوا مش عارفين يلبسوا ايه، دايما عاوزين حاجه مريحه لكن في نفس الوقت تكون شكلها لطيف ويبقى لبس كاجوال كده ويبقى دايما ستايلش. عشان كده دلوقتي هنشوف احدث تصميمات الكاجوال اللي تقدر انها تساعد البنت الجامعيه على ان هي تختار اللبس اللي تقدر تروح بيه الجامعه. خليكم معانا. احنا النهارده هنتكلم عن انه فتاة الجامعة دايما عندها مشكلة وهوس في انه ايه اللي هتلبسه جديد، ايه اللبس كل يوم الصبح تصحى عايزة تلبس حاجة مختلفة، موديل جديد، تبقى مختلفة عن كل يوم تلبس فيه اي حاجة. فاحنا طبعا الامكانيات بالنسبة لفتاة الجامعة صعب انها تقدر تلبس كل يوم موديل شكل، فاحنا بنستعمل مثلا بنطلون جينز تلبس عليه كم حاجة مختلفة، ما شميز ما تيشيرت ما بلوزة ما البليزر، تغير البليزر مع الشميز، فازاي تقدر انها تمشي كم قطعة هم بس تغيرهم بشكل ايه مختلف. وفي نفس الوقت انه فتاة الجامعة لازم يبقى لبسها وقور الى حد ما، مريح سهل في الحركة لانه تقدر تقعد وهي مرتاحة ما تبقاش متضايقة مثلا في جوب، جوبات ما لا تصلح لانها تبقى فتاة جامعة لانه حركتها بتبقى مش مرتاحة. فانا بفضل انها دايما تلبس بنطلون جينز اللون الغامق على اساس انه يستحمل برضه يعني التعب بتاع اليوم الكامل، يعني لو اتعرض لانه اتبلق عليها حاجة تتوسخ فكل ده يستحمل معاها البنطلون جينز او بنطلون اسود تقضي بيهم الايام بتاعه الجامعه، فما يبقى وتبقى حركتها سهله ودايما الاقطان لان الاقطان بتمتص العرق ما بتبقاش غير حقيقيه، الحقيقه بتخليها تعرق جامد وزان عليها في البلوزه مثلا شكل مش ظريف او كده، فالمستحسن ليها دايما القطن والحاجات العمليه. فدلوقتي هنشوف بعض الموديلات اللي تناسب فتاة الجامعة وهنشرحها مع بعض، وتلبس طبعا باليرينا تبقى خفيفة الحركة، الصالون ما بفضلوش في فتاة الجامعة لأنها بتمشي مشوار بتوقف كتير على رجليها، لو قصيرة برضه يفضل إنها تلبس يعني كتيرها 2 سنتي، لكن أفضل إنها تلبس الباليرينات والكوتشيهات يعني ما تتعرضش للطالون، الطالون ده يعني دايما بيبقى في حاجات التواليت والسواريه بنفضله أكتر. ده موديل فتاة الجامعة اللي هو البنطلون جينز، ده أساس من القطع الأساسية اللي تبقى موجودة معاها اللي هو اللون الكحلي، تلبسه على بادي أبيض سامبل خاص مش أي حاجة مع بليزر، البليزر لونه يعني يعتبر بيج على كاكي، في ريهات في القوم بتاعه كحلي في ابيض، وممكن برضه يتلبس مع شميز او بادي كحلي، طبعا ده بيناسب اي فتاه جامعيه. ده موديل برضه تاني للشميز، يعني انا بفضل دايما الشميز لفتاه الجامعه لانه عملي وحركته سهلة، ولو الخامة بتاعته كانت على ستريتش شوية بيبقى سهل في الحركة انها تقوم وتقعد ما يضايقهاش ما يبقاش مزنوق عليها. ده موديل شميز يناسب اي فتاة جامعة سواء كانت محجبة او غير محجبة، في قلبات في الكم ممكن يتحط له مرة بحزام مرة من غير حزام. ده برضه موديل تاني البنطلون جينز، طبعا احنا اتفقنا انه اساس مع تغيير بقى البلوز، طبعا البلوزه دي مش عارفه اذا كان هتاخدوا بالكم انها كروشيه هاند ميد، طبعا في منهم هاند ميد وفي منهم مكن، بس الكروشيه عاده بيبقى هاند ميد اكتر، طالع موضه قوي السنه دي كل الحاجات اللي هي مخرمه او فيها يعني زي التريكو او زي الدانتيل زي الشبك كل ما هو فيه تخيمات، فالكروشيه من الحاجات اللي طالعه موضه قوي السنه دي هي بلوزه كروشيه سامبل خالص، لونها اصفر لون الموضه اللي هو اصبح لون الشعبي في مصر دلوقتي، بس ده الى حد ما هادي مش زي عادي.
ده موديل برضو الجينز على بلوزة بلوزان. البلوزان موديل لذيذ جدا في انه بداي، لو واحدة عندها بطن شوية بدايها ما بيبينش يعني معالم الجسم، يعني لو ما عندهاش وسط ما عندهاش اي بطن تقدر تدعيها الى حد ما، مع الانفينين وورود السامبل دي اللي هي مش ورود يعني كبيرة ضخمة، ورود صغيرة هادية فبتعين ما بتخليكيش تقدري تشوفي اي دخول الجسم. وفي نفس الوقت البلوزة دي عليها هو بوليو قطن قصير لونه اخضر فمديله شكل لذيذ تقدر تروح بيه الجامعة. We'll be right back.